السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الأسماك في سوق العبور بنهاية الأسبوع 27/5/2022 في مصر. استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور بتعاملات اليوم الجمعة عند مستوى أسعار أمس، ويقدم أسعار الأسعار أصناف الأسماك والمأكولات البحرية يوميا وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور. أما أسعار الأسماك، صعد سعر كيلو السمك البلطي 5 جنيهات تراوح ما بين 39 و45 جنيه، أما كيلو المكرونة السويسي ثابتا يتراوح ما بين 69 و77 جنيه، وسجل كيلو الكابوريا من 20 ل90 جنيه، كيلو الجمبري يتراوح ما بين 120 و130 جنيه، كيلو البوري يتراوح ما بين 66 و80 جنيه، أما كيلو الفيليه البلطي بين 30 ل130 جنيه، أما كيلو الصبيط والكاليماري سعرهم ما بين 120 و180 جنيه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.